afficher un soutien plus global à la population libanaise. Vous le savez, le ministre est arrivé hier soir avec. الـ 32 أيلول 2024. ما نشاهده اليوم على شاشات الإعلام الغربي، الإعلام الصهيوني الأنجلوساكسوني، يذكرني بما كنا نشاهده ليلة الهجوم، ليلة تدمير بغداد 17 كانون الثاني 1991. بث إعلامي ليل نهار لا يتوقف لتضليل المواطن الغربي، لجعل المواطن الغربي يقتنع بسياساتهم، السياسات الصهيوغربية ضد العرب، ضد الأمة العربية. انظروا إليهم، خبراء في الإعلام النفسي، خبراء في الحرب النفسية، لا يتوقفون ليل نهار عن بث سمومهم. العربي في لسانهم هو الإرهابي، هو العالة على المجتمع العالمي. نتنياهو هو الطاووس، هو صورة الرجل المهاب، الرجل القادر على كل شيء، الرجل الذي يتخذ قراراته وهو جالس على كرسيه في هيئة الأمم المتحدة ليضع حدا لحياة المجاهد الكبير السيد حسن نصر الله. استمعوا ماذا يقولون، اضربوهم، اقتلوهم، على حزب الله أن يستسلم، على حماس أن تستسلم، على المنطقة العربية بأسرها برمتها أن تستسلم لنتنياهو، لتحقيق نبوءة نتنياهو بإقامة مملكته. وكل من يعتقد غير ذلك فهو خاطئ، فهو مراوغ، فهو كاذب، فهو خائن. كل ما يقولونه هو لب الاستراتيجية الصهيوغربية في منطقتنا، وما كلام المبعوثين الدبلوماسيين إلى منطقتنا إلا لإلهاء العرب وتضليل العرب عن الهدف الأساسي، الهدف الرئيسي لسياستهم في المنطقة. يستخدمون تراكم خبراتهم عبر التاريخ منذ الحروب الصليبية وحتى اليوم لإبقاء سيطرتهم على العالم. يصورون العالم العربي أنه غير قادر على العيش في المجتمع الإنساني. Alors moi j'ai également une question sur le rôle que la France peut jouer. On a vu que le ministre était en déplacement. Il s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain. يضحكون يتبجحون. À quoi ça sert ? Alors plusieurs choses. D'abord de manière بانتصارهم. Mais urgente. Le ministre arrive avec deux postes. بانتصار العدو. Communication permettant d'organiser. وكيف استطاع قتل المجاهد السيد حسن نصر الله. كل من يعتقد من العرب أنه بمنأى عن هذه النهاية فهو خائن، فهو مغفل. إن سياسة الثور الأبيض هي نفسها التي تطبق اليوم. Mais là, elle souhaite jouer un rôle de médiation. Ça va être extrêmement compliqué, sans faire de commentaires sur la situation politique. Ayuha al-Arab.